اقل عرض لغرفه السائق او الخادمه كام حسب الكود؟ الحد الادنى لغرفه السائق او الخادمه هو 2.1 متر، 2.1 من 10، 2.1 من 10 متر، ده اقل عرض لغرفه السائق او غرفه الخادمه، ده وفق الكود. طبعا 2.1 من 10 ليس من ضمنها دوره المياه. يبقى لو حد سألك الكود يتكلم عن عرض غرفة السائق أو الخادمة، أيوة أقل رقم 2.1 من 10 متر عرض غرفة السائق أو الخادمة حسب الكود.